اهلا بيكم. انا دكتوره ليلى عجاج، استشاري التغذيه العلاجيه، دكتوراه في التغذيه العلاجيه من جامعه برمنغهام الاباما. احنا النهارده هنتكلم على بعض المشاكل اللي بتواجهنا مع تغذيه الاطفال. الاطفال طبعا زي ما احنا عارفين بيستوعبوا كل حاجه احنا بنقولها وبيقلدونا في التصرفات، فده يخلي الامهات والاباء عليهم مسؤوليه كبيره تجاه نمط استهلاك الاطفال للتغذيه والحديث عنه. سمنة الأطفال للأسف بتزيد أكتر من 3 أضعاف على مدار 40 سنة اللي فاتوا، وده بيخلينا نتوقف شوية عند المشكلة طبعا لارتباطها بالأمراض المزمنة، والمشكلة في تزايد مش في انحسار، فده معناه إن احنا محتاجين نركز شوية في أنماط أكلنا. عندنا بعض الدروس عايزين نستفيد بيها. أول درس إن احنا لازم لا نوصم الأكل بكلمة good or bad، سيء وكويس. ده بيعمل حالة من إصدار الأحكام في ذهن الأطفال، ودي مش من العادات الصحية. الأفضل إن احنا نتكلم عن الأكل بمفهوم إن هو ده اللي بيساعدنا إن احنا نكبر بصحة، وده أكل مناسبات خاصة بس ما بيبقاش موجود كتير. الدرس الثاني إن احنا نجرب ونجرب ونجرب بدل المرة 2 و3 و5 و10، لأن الأطفال تذوقهم للأكل بيختلف، واللي بيحبه النهاردة ممكن ما يحبهوش بكرة. بنشجع الأمهات بدل ما يستسلموا لأن الولاد اختياراتهم محدودة، إن احنا نجرب أطعمة جديدة مع أطعمة اللي هم معتادين عليها، نجرب طرق طهي مختلفة. اللي يرفضوه دلوقتي نرجع نقدمه بعد فترة كافية، ولا نتوقف عن التغيير في أنواع الأكل المقدمة. الدرس الثالث والمهم قوي إن احنا لازم نشرك الأطفال في البروسيس بتاعة الأكل على بعضها، يعني ينزلوا معنا السوبر ماركت يشتروا أو السوق، يختاروا الخضار بتاعهم، يختاروا الفاكهة بتاعتهم. لازم إحساسنا يبقى إيجابي تجاه عملية الأكل من الأول، ويساهموا في إعداد الطعام، يعملوا السلطة، يجهزوا لانش باكس بتاعهم. إحنا زمان كنا بنعمل كده مع أهلينا على طول، أنا مش عارفة إمتى مجتمعاتنا توقفت عن هذا النمط، إنما بيفيد جدا لأن ده بيشجع الولاد إن هم يجربوا حاجات جديدة، وبيخلي البروسيس بتاعة الأكل ودودة وجميلة، وكمان بيدعم العلاقة، بيدي فرصة للتواصل ما بين الآباء والأمهات، بدل ما احنا على طول مشغولين. ممكن على الاقل انا كده كده بعد الاكل، بس لو جنبي ابني ممكن اتحاور معاه ونفتح شانلز كبيره للكلام ما بيننا وما بين بعض. بالتوفيق للجميع يا رب، والف صحه لكل الاطفال.